عقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة المؤتمر الصحفي لحملة نجوم العطاء للمكفوفين، وتهدف هذه الحملة إلى تغيير النظرة المجتمعية وتفعيل دور الكفيف في المجتمع. هذه الحملة جاءت بمبادرة كويتية، بمبادرة من قناة العطاء الكويتية وجمعيات عربية مختلفة في جمهورية مصر العربية، على رأسها كان جمعية الأورمان، للتعريف وللتوعية بالمعاقين في المنطقة العربية وضرورة إدماجهم أكثر في مجتمعاتهم وإعطائهم الفرصة ليصبحوا منتجين في هذا المجتمع. قناة العطاء كما تعلم هي أول قناة عربية تعنى بقضايا الإعاقة، ومن هنا نحن قمنا بدعم هذا الموضوع لسببين. سبب أن هناك في لدينا في القطاع الاجتماعي في جامعة الدول العربية اهتمام كبير بالمعاقين من خلال المجالس الوزارية المختلفة وخاصة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إضافة إلى أنه هناك دور كبير للإعلام في التعريف بقضايا المعاقين وفي التأثير في المجتمعات لاحتوائهم ولمشاركتهم ولتقبلهم كمشاركين حقيقيين ومنتجين في مجتمعاتهم. هذا المهرجان حقا انطلق من سنة، والنجوم احنا اخذنا في على عاتقنا ان في كل سنه ناخذ فئه. هذه السنه اخذنا مع جمهورية مصر العربيه وجمعيه عيون الكفيف وجمعيه الاورمان بالتعاون معاهم اللي هو فقط الكفيف، واخذنا جميع الجوانب الاجتماعيه والرياضيه والدينيه والابداعات والمهارات وكذلك اللي هو تبادل الخبرات. والله هي الفكره المختلفه اللي انا حبيت اطلع بيها للوطن العربي كله هو إعلام جديد. أول حاجة إعلام جديد يخاطب ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل جديد. تاني حاجة عمل زوم على الإبداعات، على إبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة مش على ظروفه أو إعاقته. يعني أنا أخاطب العقل ولا أخاطب الظروف.